للحديث أكثر عن الخلاف الدائر بين أربيل وبغداد على قانون العجز المالي، ينضم إلينا الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ حسين مرحبا بك. لا زالت تداعيات الخلاف بين بغداد وأربيل مستمرة على خلفية تمرير قانون العجز المالي، فرئاسة كردستان العراق ترى أن القانون لم يحترم الشراكة الوطنية على حد تعبيره أو تعبيرها. إلى أي مدى ترى أستاذ حسين أن في هذا القانون أن هذه الحساسية فعلا موجودة ومفرطة والتي تحدثت عنها رئاسة كردستان العراق؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني أنا أعتقد من يعني وصل الحال لدى القوى السياسية أنه الشعوب تدفع ثمن خلافاتها وصراعاتها الحزبية. اليوم هذا القرار لم يدفع ثمنه لا نواب الأكراد ولا ساسة الكرد ولا ساسة الشيعة، ولن يستفاد منه الشعب العراقي كالعرب السنة والشيعة. باختصار أنه هذا الصراع السياسي بدأ ينعكس سلبا على قوة الشعب وعلى استحقاقات الشعوب، وأعتقد هذا التوترات اللي موجودة عادة ما تسبق الانتخابات وما تسبق أي هناك خلاف سياسي ما بين القوى الشيعية، هذا جزء منه. جزء من الخلاف السياسي هو قضية الرواتب، أما الخلاف أعتقد هو أكبر من ذلك بكثير. في المقابل كتلة الرافدين النيابية تقول إن حكومة أربيل غير ملتزمة بدفع ما بذمتها لبغداد حتى الآن. ألا ترى أستاذ حسين أن الحديث عن منع توريد حصة بغداد من حصة بيع النفط في كردستان العراق ذات وجاهة؟ يعني نعم، بالتأكيد النفط مادة سيادية والمطارات مادة سيادية والحدود مادة سيادية، كل هذه مواردها هي موارد سيادية يجب أن تكون ضمن خزينة الدولة. السؤال هو هل اليوم الحكومة المركزية استطاعت أن تحفظ النفط من تهريب الميليشيات وآبار النفط التي تسيطر عليها العشائر المسلحة والميليشيات؟ هذه خلافات سياسية عادة ما تكون هذه مبررات لها. المبررات لا يمكن أنه تستخدم كأداة لتجويع الشعوب ولإيذاء المواطنين. نعم المادة النفط مادة سيادية يجب أن تكون مواردها كلها لخزينة الدولة، لكن أين خزينة الدولة الآن؟ أين الموارد الأخرى الرئيسية مثل الحدود مثل المطارات مثل غيرها؟ كل ميليشيا مسيطرة على جانب من الجوانب ومواردها لها شخصية. وأعتقد الخلاف هذا هو بين البرلمان، بينما أعتقد الحكومة تستطيع أن تعالج مثل هذا الخلاف، وهذا ما يريده بعض أعضاء البرلمان. هناك حالة من التوافق ما بين الكاظمي وما بين حكومة كردستان كما ذكر تقريركم، فممكن هذا مثل هذا الإجراء يعكر هذا الأجواء. طيب. ومن ثم يدفع الشعب الكردي الثمن، لكن أعتقد الحكومة لديها موارد أخرى ولديها طرق أخرى وهي سلطة تنفيذية تستطيع أن تعالج مثل هذه الثغرات إن لم تكن هناك مساومة وابتزاز سياسي. فيما يخص يعني المواضيع أو القضايا المعلقة محض الخلاف، يعني الخلاف على نسب تصدير أربيل للنفط أيضا هو محل خلاف مستمر ربما منذ فترة في ظل المطالبات المستمرة لبغداد. لماذا لم تحل هذه المسألة والكثير من المسائل؟ لماذا تركت معلقة برأيك؟ يعني هو سببين، يعني أولا أزمة الثقة بين القوى السياسية، هذا واحد، غياب مفهوم الدولة وتأثير القوى الخارجية، هذه العوامل التي جعلت تفقد الثقة، ولكل منطقة يسيطر عليها بعض الساسة هم يتصرفون بمواردها الطبيعية وبسكانها وبجميع ما تملك، وأصبحت كأنما نحن كانتونات. هذا العراق العظيم أصبح كأنما كانتونات لكل سياسي لديه قطعة أرض وسيطر عليها هي والسكان ومواردها. أزمة الثقة موجودة، عامل الخارج أيضا موجود بالتدخل الخارجي، وهذه هي أحد الأسباب التي جعلت هذا الخلاف ما بين كردستان وبغداد مستمر، وأعتقد سوف تستمر خصوصا بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة الساعية إلى تقسيم العراق، ولن تكون كالإدارة السابقة، لأنه لا ننسى أن مشروع بايدن هو أحد مشاريعه تقسيم العراق وهذا ما يخدمه كثيرا. طيب أخيرا وفي ظل يعني هذه الملفات المهمة أستاذ حسين، هي ملفات عالقة، يعني إلى أي مدى ترى أن العراق الآن يعني يعيش ربما أزمة وفشلا إداريا؟ وهذا الكلام طبعا ذكره أو تحدث به بعض النواب أيضا. يا سيدي العراق فشل فشلا ذريعا منذ 2003 وإلى الآن، سواء فشل
في الجانب الأمني وفي الجانب السياسي وفي الجانب الاقتصادي وفي الجانب الاجتماعي الذي مزق المجتمع ومزق اللحمة الوطنية. فالفشل ليس حديثا، الفشل قديم ومتراكم ويزداد ويكبر كل يوم، وهكذا إلى أن إما أن يتقسم العراق أو يثور هذا الشعب على هذه الحكومة ويستبدلها بحكومة وطنية تحمل مشروع وطني لإدارة هذا البلد وتتعامل على أسس وطنية وتعتمد المواطنة يعني مبدأ في إدارة الدولة. من إسطنبول للأستاذ حسين السبعوي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.